يقول بقى والد بسنت النهارده واخواتها وكل بنات مصر النهارده عندهم ايه؟ حاج بنتنا رجع لنا وحاج اخواتك رجعوا لكم يا اولادي والحمد لله والحاج بنتنا رجع لنا الحمد لله. ردا بقى على كل المحاولات النيل من سمعكم وسمعة الاسره يعني ويعني واللي هو تشويه لسيرتكم تقول لي يعني الاهالي المتهمين او اهالي القريه اللي هم حاولوا يداروا من سيرتكم يعني. الحمد لله 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 ونشكركم جميعا. ربنا يا رب صبرك على فراقك بس انت يا عم.